15 طعناً جديداً تم قبولها بموجب قرارات الهيئة القضائية، مضامينها تأتي على أصوات محطات انتخابية معينة، إذ أوعزت الهيئة بفتحها لإجراء عمليات العد والفرز حسب ما أرفق مع هذه الطعون من أدلة ووثائق ساندة لها. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استقبلت تقريبا كل الطعون التي أرسلتها ابتداء للهيئة القضائية للانتخابات، وكانت إجابات الهيئة القضائية هي المصادقة على معظم الطعون باستثناء 6 طعون نقضت، وكذلك طعون أخرى اقتضى فيها الإشارة إلى إمكانية العد والفرز من قبل الجهات المسؤولة في مفوضية الانتخابات. فأعتقد خلال الأيام القادمة ستشهد هناك فتح محطات وعدها وفرزها مجددا. إلغاء نتائج مراكز ومحطات انتخابية وفق قرار من الهيئة القضائية قلب معادلة الأصوات بين المتنافسين، كونها احتوت على أصوات عالية ما أثر على عملية حساب الأصوات بالنسبة لبعضهم، فالخاسر أصبح فائزا. إلغاء نتائج هذه المحطات جاء بشكل قانوني من قبل الهيئة التي تعد قراراتها حاسمة وغير قابلة للطعن. الهيئة القضائية ألغت بعض المحطات والمراكز الانتخابية، وهذه أصواتها كلش مرتفعة وتؤثر على عملية حساب الأصوات، وبذلك كانت إلها قرارات باتة بالموضوع، ومن ضمن هذه القرارات قرارات موضوعية وأيضا قرارات قطعية، منها هذه القرارات 6 اللي غيرت المقاعد في الحقيقة، وكان هنالك خاسرون أصبح فائزون والفائزون خاسرون بضمن معادلة قانونية. لم تحدد مفوضية الانتخابات حتى اللحظة الموعد الحاسم لإعلان نتائج الانتخابات الأخيرة، كونها تتوقف على حسم آخر طعن من قبل الهيئة القضائية، إذ ستشهد الأيام المقبلة فتح محطات جديدة، وفي حال إتمامها وبت الهيئة فيها تعلن أسماء الفائزين. سجى جاسم، العراقية الإخبارية، بغداد.